تعاقد نادي النصر مع الرياضي الأشهر في العالم وفي الكرة الأرضية كريستيانو يعادل ألف بطولة ويعادل ألف موسوعة جنس كريستيانو التعاقد معه اعطى للنصر زخم اعلامي جماهيري استثماري في كل انحاء العالم. البطولات ترى كل سنه خمس ست سبع بطولات والنصر عنده بطولات وشبع بطولات بطولات عربيه، بطولات خليجيه، بطولات محليه، بطولات اسيويه، بطولات اسيويه آه، الوصول الى كاس العالم. في نسختها الرسميه الاولى يعني النصر عنده كل شيء اخذ بطولات وشبع بطولات لكن تصور انه لو تفوق فات مثلا عن عمليه التعاقد مع كريستيانو كان ما نال هالشهره اللي الان يعني ما كان يريد ان يحققه من شهره عالميه النصر خلال مثلا مئة سنة تحققت بالتعاقد مع كريستيانو في سنة فأنا عند رأيي أن التعاقد مع كريستيانو يعادل ألف بطولة أو ربما ألفين بطولة ويعادل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو أكثر أو أقل من الدخول في موسوعة جينيس عشان كذا شوف كيف الآن الاستثمارات اللي تجي للنصر من الصين ومن اليابان ومن كوريا كلها تو... يعني أه... تطلب أن النصر يلعب أمام هذه الفرق ويحضر لهذه الدول علشان أه... وجود كريستيانو مع نادي النصر علشان الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى الآن الاتحاد الدولي يعني يحرص على أن النصر يتواجد في كأس العالم 2025 رغم أن الفرص ضاقت بعد الخروج من كاس اسيا زي ما قلت لكم ترى يعني كريستيانو الان عنده 39 40 سنه لو لم تتعاقد معه اداره النصر او لم يحضره النصراويين يعني ما اعتقد انه ممكن انك انت تحصل رياضي بمثل هذه الشهره الطاغيه والطاغيه جدا مثل كريستيانو لانه كريستيانو في النهايه لاعب واحد وهو اللاعب اللي يحمل هذه الكاريزما وهذه المتابعين وهذه السمعه الطاغيه في كل انحاء العالم لكن البطولات كل سنه ترى ست سبع بطولات خمس بطولات اربع بطولات والنصر اساسا عنده بطولات وشبع بطولات لكن يحتاج الى لاعب بمثل هذه السمعه الكبيره انه يستفيد منها فزي ما قلت لكم التعاقد مع كريستيانو يعادل الف او عشره الاف او مئتين الف بطوله ويعادل يعني اقدر أقول لك الف او مئتين ألف أو ثلاثمائة ألف من الدخول في موسوعة الجنس الذين يحتفلون ببطولة أو يحتفلون بالدخول في موسوعة الجنس ترى مهما عملت مهما حققت من بطولات ومهما دخلت من موسوعة جنس أو حتى خرجت منها لن تستطيعوا الحصول على السمعة العالمية الطاغية التي حصل عليها النصر بعد التعاقد مع الكابتن كريستيانو كريستيانو وجوده في النصر يعادل الكثير والكثير ما كان يحلم في النصرويين في تحقيقه خلال مئة سنة تحقق في أقل من سنة بعد حضور كريستيانو تحية كبيرة للكابتن كريستيانو وبإذن الله تعالى إن شاء الله القادم إن شاء الله مع كريستيانو يكون أفضل وأفضل هداف الدوري هداف العالم اشهر رياضي كبير اكثر رياضي متابعه في العالم